خلال زيارته لأسوان، الرئيس السيسي يتفقد منطقة السد العالي ويصافح السائحين بشوارع المحافظة. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 48. ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي لإنشاء مناطق آمنة في سوريا ويأمر ببناء سياج حدودي مع المكسيك. ثانية ظهرا من أونلايف، أهلا بكم. تفقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة أسوان منطقة السد العالي، واستمع إلى شرح مفصل من المهندسين والفنيين حول كفاءة السد وأدائه وطرق صيانته، كما تفقد عناصر تأمين السد. كما قام السيد الرئيس بجولة في شوارع أسوان وصافح عددا من المواطنين والسائحين الذين عبروا عن سعادتهم بوجودهم داخل مصر وشعورهم بالأمن والاستقرار. ودعا السائحون الذين يمثلون جنسيات مختلفة العالم للمجيء إلى مصر والاستمتاع بتراثها ومناخها، مؤكدين أن مصر استردت استقرارها المعهود. افتتح رئيس الوزراء شريف إسماعيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 48، كما تفقد عددا من أجنحة المعرض. ويستمر المعرض حتى 10 فبراير المقبل، وتحمل هذه الدورة شعار الشباب وثقافة المستقبل. وقد تم اختيار الشاعر صلاح عبد الصبور شخصية المعرض هذا العام. يشارك في هذه الدورة 35 دولة و670 ناشرا. ومن معرض الكتاب معنا على الهواء مباشرة من هناك مراسلنا مينا مكرم. مينا أهلا بك. الإدارة المشرفة على تنظيم المعرض تسعى دائما إلى زيادة عدد الأجنحة ودور النشر، كيف نتابع ردود الأفعال الدول المشاركة حول عملية التنظيم وربما التأمين أيضا؟ مينا، يبدو أننا فقدنا الاتصال. مينا أنت معنا؟ تسمعني مينا؟ مينا إذا كنت تسمعني أسألك عن ردود أفعال الدول المشاركة حول عملية التنظيم والتأمين. نعم، تفضل. نعم، نتواجد بالصلاة الرئيسية كما ذكرت منذ الصباح. بالفعل افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل هذه الصلاة والمعرض، معرض القاهرة الدولي في دورته 48، بحضور وزير الثقافة المصري وأيضا وزير الثقافة المغربي، والذي في هذا العام تكون المملكة المغربية هي ضيف شرف في هذه الدورة. التنظيم وعمليات التأمين منذ الصباح يعني محيط كافة أرض المعارض والمقام بها المعرض الدولي للكتاب، ملحوظ بها يعني حالة كبيرة من التنظيم والتأمين استعدادا لاستقبال الجماهير من صباح الغد في 9 صباحا وحتى الـ7 مساء والـ9 مساء فيما يخص الأنشطة الثقافية والندوات الفنية أو الثقافية التي تقام على هامش المعرض. أما فيما يخص تفاعل الدول فهناك حالة كبيرة من الترحيب والتعاون من خلال كافة الدول المشاركة. كما ذكرت هناك 35 دولة عربية وإفريقية وأجنبية تشارك في أروقة وأجنحة هذا المعرض المختلفة، يعني يبدو حالة كبيرة من الحماسة للمشاركة في هذا المعرض الهام. يبدو أننا فقدنا الاتصال بمينا من معرض القاهرة الدولي، شكرا لك مينا. على صعيد متصل وخلال مشاركته في فعاليات المعرض، أكد وزير الثقافة حلم النمنم على أن اختيار المغرب ضيف شرف بالمعرض جاء لتحقيق التواصل بين المشرق والمغرب العربي، كما أكد على ضرورة وجود الشباب كعنصر فعال بالدولة. احنا مختارين المملكة المغربية منذ أعلننا ده في اليوم الأخير من معرض العام الماضي، وأنا كنت حريص أن احنا نستضيف المغرب علشان نحقق التواصل بين المشرق العربي والمغرب العربي. في اهتمام كبير في مصر بالشباب،
كان في مؤتمر الشباب اللي عقد وحضره السيد الرئيس، وعام 16 كان عام الشباب، بدأ في يناير 16 وإحنا بنستعد لختامه دلوقتي. ولما نتكلم عن الشباب يبقى بنتكلم عن المستقبل. إحنا ملاحظين إن إحنا عندنا إغراق أكثر من اللازم في التاريخ وفي التراث والرؤية السلفية، والحقيقة إن إحنا التاريخ والتراث ينبغي أن يكون موضع اهتمام وموضع احترام، والسلف ينبغي أن يكون موضع اهتمام وموضع احترام، لكن نتعلم منهم وإن ده يكون عنا على المستقبل إلى الأمام، لأننا الهدف المستهدف الأساسي إن إحنا ندخل المستقبل. من جانبه رحب وزير الثقافة المغربي محمد أمين الصبيحي بوجود بلاده ضيف شرف بالمعرض، معتبرا ذلك محطة جديدة للحوار الثقافي بين مصر والمغرب. نحن في المغرب الثقافي نعتز بهذا التكريم الموجه الينا وموجه الى المغرب الثقافي للمشاركه في هذا المعرض كضيف شرف، وبطبيعه الحال حرصنا في وزاره الثقافه المغربيه ان نجعل من هذه المشاركه محطه جديده في الحوار الثقافي المثمر بين المغرب ومصر وبين المثقفين المغاربه والمصريين، و حرصنا لإعطاء معنى ومغزى لهذا الحوار الثقافي، حرصنا أن نقدم لزوار المعرض رصيد وثائقي يعكس الإنتاج الفكري المغربي في عدة مجالات إبداعية وفكرية، حتى يتمكن زوار هذا المعرض من اكتشاف عدة جوانب من الثقافة المغربية، ولكن كذلك من على طريق البرنامج الثقافي الغني المتنوع وبمشاركة أسماء فكرية وإبداعية مرموقة ستساهم في توطيد هذا الحوار مع زملائهم المصريين حول هذه القضايا المستقبلية وقضايا الشباب. مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الشاعر الكبير سيد حجاب الذي وافته المنية أمس، وثمن رئيس الوزراء ما قدمه الراحل من إسهامات في مجالات الشعر والأدب والفنون باعتباره أحد أبرز شعراء العامية. هذا وقد شيع عقب صلاة الظهر جثمان الشاعر الراحل سيد حجاب الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي بالقاهرة بمشاركة عدد من الفنانين والأدباء والمثقفين. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبيبا للمشاركة في اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الأفريقي، ويعقد شكري بأديس أبيبا لقاءات ثنائية مع نظرائه لبحث العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك، فضلا عن الإعداد لمشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية المقررة نهاية الشهر الجاري. أدنت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار وإعاقة إعادة بناء مؤسسات الدولة، معربة عن خالص تعزيها لأسر الضحايا. أصيب 3 مدنيين جراء انفجار سيارة ملغومة بوسط مدينة بنغازي ليبيا. من جهة أخرى تمكنت القوات الليبية من استعادة السيطرة على منطقة كونفودا غربية بنغازي بالكامل بعد تراجع مسلح القاعدة تحت قصف مدفعي وجوي عنيفين. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد المسماري إنه لا يتبقى سوى تأمين منطقة منفصلة تقع بين قنفودة وبوسنيب، وهو حي آخر سيطرت عليه القوات مؤخرا. أدنت الأمم المتحدة اعتزام إسرائيل بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة، وأكد المتحدث باسم المنظمة الدولية أن هذه المستوطنات تعد عقبة في طريق السلام الذي يقوم على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أيضا مصدرا للشعور بالقلق. جاء ذلك عقب إعلان حكومة إسرائيل المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية رغم إدانة مجلس الأمن للاستيطان. قتل 30 مسلحا حوثيا وأصيب آخرون في غارة لمقاتلات التحالف العربي على معسكرات في محافظة الحديدة غرب البلاد،
وفي محافظة تعز قتل وأصيب 15 مدنيا في قصف عشوائي شنه الحوثيون على حيي الروضة والموشكي. وتزامن ذلك مع تجدد الاشتباكات في جبهة الأربعين بين المقاومة الشعبية والمتمردين. أفادت مصادر عراقية بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي شرقي نهر دجلة. وقالت المصادر أن الاشتباكات دارت على امتداد الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يفصل مدينة الموصل إلى شطرين. هذا وقد استهدف طيران التحالف الدولي تجمعات الإرهابي داعش خلال الاشتباكات. يذكر أن القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن تخوض معركة واسعة منذ أكتوبر الماضي لاستعادة السيطرة على الموصل. طردت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها تنظيم داعش من بضع قرى شمال شرقي حلب مقربها من أراض تسيطر عليها جماعات معارضة مدعومة من تركيا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التقدم الذي أحرزه الجيش جعله على بعد 8 كيلومترات من بلدة الباب التي يسيطر عليها داعش. يأتي ذلك فيما قالت تركيا إنها لن تسلم الباب للقوات السورية بعد طرد داعش. تتواصل معاناة الطواقم الطبية خلال الحرب في سوريا فيما يستمر مئات الأطباء بتقديم واجبهم الإنساني تجاه عشرات الآلاف من متضرر الحرب. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. في أكبر أزمة إنسانية يشهدها القرن الحالي يقف نحو 16 مليون سوري أمام ظروف إنسانية مروعة عجزت منظمات إغاثية وحكومات بأكملها. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفي آخر إحصائياتها حول الأزمة السورية قالت إنها رصدت 6,300,000 سوري نازح ومشرد داخل سوريا و5 ملايين آخرين يقبعون في مدن حاصرتها الحرب، إضافة إلى 4,800,000 لاجئ في دول الجوار ليسوا في حال أفضل. مسلسل استهداف العاملين في المجال الإنساني والأطباء خلال الحرب في سوريا أودى بحياة ما يزيد على 600 طبيب وعامل إغاثة بحسب ما أعلنته منظمة أطباء لحقوق الإنسان. وبالرغم من ذلك لا يزال مئات الأطباء يواصلون عملهم الإنساني على جبهات القتال الساخنة وفي المدن المحاصرة، إضافة إلى الطواقم الطبية في المخيمات ودول الجوار. سيارة مفخخة استهدفت من وسط المدينة بتمركز المدنيين، ما في عسكريين طاول، كلهم مدنية، وفي عدد ضحايا لحد الآن شغلت تقريبا 40 شخص، 40 شهيد، ما يقارب 150 جريح. وبتوجهي إلى محافظة حلب المنكوبة وبالتحديد في إحدى المدارس الحكومية تصطف طوابير طويلة من النساء والأطفال في مشهد مأساوي لتلقي الإسعافات الأولية على يد طواقم طبية روسية قدمت إلى المدينة في مهمة إغاثية بعد سيطرة القوات الحكومية عليها. لا توجد جروح كبيرة، نقوم بتقديم علاجات لبعض الجروح البسيطة والأمراض الموسمية. بشكل عام الوضع الإنساني هنا في حلب كارثي ولا توجد أبسط الأدوات الطبية التي نحتاجها. وعلى بعد عدة كيلومترات من حلب وبتحديد في إحدى المدن الحدودية التركية التي تستضيف لاجئين من سوريا تقيم إحدى المنظمات الإنسانية دورات تدريبية للأطباء بهدف تأهيلهم لتقديم الدعم الطبي والنفسي اللازم لآلاف اللاجئين من الأطفال السوريين. أنا هنا في تركيا منذ عامين وأنتظر موافقة السلطات على تنفيذ مثل هذا البرنامج التدريبي لتأهيل الأطباء. الأطفال هنا مثقلون بما شهدوه خلال الحرب في سوريا، ومعظمهم يعاني من فقد أحد أفراد عائلته، لذلك من المهم تأهيل أطباء وأخصائيين نفسيين. الأطباء في سوريا يقاتلون على جبهة لا تهدأ أو تستكين، ومعاناتهم لا يمكن أن يسردها تقرير واحد أو تروى خلال دقائق، لكن تبقى حقيقة واحدة أن الحاجة إليهم تزداد يوما بعد يوم في ظل نقص حاد في إمكانياتهم. بينما تسببت الحرب الدائرة في سوريا في تدمير البنية التحتية والمنازل والمستشفيات، يسعى الأهالي في مدينة حلب للتعايش مع الوضع فيها رغم ما تفقده المدينة من مقومات أساسية للحياة. هكذا تبدو سوريا التي مزقتها الحروب والصراعات، أطلال قائمة وجدران مائلة محطمة، لا شيء يبدو سوى كثير من ذكريات.
ورغم ما تحمله الصورة من آلام، يسعى سكان حلب، تلك المدينة التي مزقتها الحرب، إلى استئناف حياتهم الطبيعية شيئا فشيئا. أصبحت حلب نقطة محورية في الحرب بعد أن انقسمت لشطر غربي خاضع لسيطرة الحكومة وشطر شرقي خاضع لسيطرة مقاتل المعارضة منذ بدايات الصراع السوري المستمر منذ ما يقرب من 7 سنوات. وتسبب قصف جوي عنيف وحصار على مدى أشهر في تدمير البنية التحتية والمنازل والمستشفيات في الشطر الشرقي قبل أن تسيطر الحكومة وحلفاؤها على آخر جيب لمسلح المعارضة في أواخر ديسمبر الماضي. وفي بعض المناطق من حلب عاد السكان ليجدوا منازلهم شبه حطام. وضع بيتي والله ده يعني وقت رجعت له يعني شوي رممته وزبط فيه الموجود يعني ويعيش نعد الشكيات والشغلات هي يعني مثلا في شغلات رايحة مثلا عوضناها نحن ما يتبقى يعني الأوضاع كتير كويسة معونات عبيعته معونات توزيع كويس بس طبعا اللبس ما لبس الشغلات هي بس عبوزعه وكرتون غذائية. وبالرغم من إعلان الحكومة السورية في بداية يناير أن لديها خطة لتوفير إمدادات الكهرباء والمياه والوقود، يشكو المواطنون من نقص فيها. تطلع عشان تشترك في شاري شغلة عاملة كل شيء غالي كل شيء غالي ماي ما في وهي كهرباء مثل الخلق وامبيرات ما في عشرون مثل العالم هي. حلب التي كانت في السابق أكبر مدينة سورية من حيث عدد السكان قبل الحرب ومركزا تجاريا وصناعيا تعيش الآن واقعا مرا جراء ما خلفته الحرب من دمار. فهل يستطيع سكان حلب بما يحملونه من أحلام لإعادة بناء مدينتهم؟ هل يستطيعون العيش من جديد؟ وهل تتحقق آمالهم في إعادة البناء؟ أم كتب عليهم أن يحيوا ما تبقى بين الركام؟ متواصلون معكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا ثالثا يتضمن تعليق قبول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى وتوجيه وزارتي الدفاع والداخلية الأمريكية بوضع خطة لتنفيذ مناطق آمنة داخل سوريا. وكان ترامب قد وقع على أمرين تنفيذيين يقضيان ببناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كررها كثيرا في حملاته الانتخابية بأنه سيحد من الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة وخاصة من دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ولم تخالف أقواله وعوده، فسرعان ما نفذها بإصداره من المكتب البيضاوي قرارين تنفيذيين بشأن الأمن العام وأمن الحدود الأمريكية، يقضي الأول ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك والآخر يقضي حول تطبيق الصارم لقوانين الهجرة. بعض بنود تلك القرارات شملت قيود على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة وبعض حامل التأشيرات من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. أعضاء الكونغرس وخبراء الهجرة توقعوا أن تتخذ إجراءات أخرى مثل توجيه جميع الوكالات بإنهاء العمل على نظام لتعريف غير المواطنين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة ويخرجون منها، بالإضافة إلى وجود حملات سيتم شنها من قبل السلطات على المهاجرين الذين يحصلون على مساعدات حكومية بلا وجه حق. هذا عمل عبثي من الرئيس الحالي وغير منطقي. لا شك أن تلك الإجراءات ستؤثر علينا بشكل كبير، خاصة خلال عملية الشراء في بعض المنتجات وكذلك أسعارها. وفور توقيع تلك القرارات وجهت الأوامر إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية لتتبع وملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في البلاد وإعادتهم إلى بلدانهم، وستكون وزارة الخارجية معنية بترتيب الأمور مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرون لترتيب عملية ترحيلهم، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى أنه يوجد بالولايات المتحدة نحو 12 مليون مهاجر غير شرعي.
وطبقا للدستور الأمريكي فإن للرئيس الأمريكي له سلطة الحد من قبول طلبات اللاجئين وإصدار التأشيرات لدول بعينها، استقرر أن هذا في المصلحة العامة. وكان أنصار ترامب قد انتقدوا كثيرا قرار أوباما بشأن زيادة أعداد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة، وكثيرا ما كان ترامب أيضا ينتقد تلك القرارات خلال حملته الانتخابية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد التكهنات فيما يخص إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وكانت ردود الفعل متباينة بين روسيا وتركيا. كرد فعل لقرار ترامب بالإسراع في تشييد الجدار مع المكسيك، أبدى الرئيس المكسيكي إنريكي بينانيتو عن أسفه أو أعرب عن أسفه ورفضه لهذا القرار، معربا عن أمله في إعادة النظر فيه. وفي سياق آخر، أكد الرئيس الكوبي راول كاسترو استعداده لإجراء حوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة يقوم على الاحترام المتبادل حال لم يتم التشكيك بسيادة واستقلال كوبا. وللتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد رضا محمد هلال. أهلا بك دكتور محمد، أستاذ العلوم السياسية. بداية، على ما يبدو أن ترامب ماض في تفعيل وعوده وتصريحاته الانتخابية المثيرة للجدل ربما يراها البعض، اليوم يصطدم بالمكسيك بشأن قرار تشييد الجدار، ما هي رؤيتك لتطورات المشهد؟ يعني أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني اعتقد ان هو في حدود معينه للتوافق مع قرارات الرئيس الامريكي. الولايات المتحده الامريكيه دوله مؤسسات ودوله مؤسسات عريقه. اعتقد ان هناك سيكون هناك فرق كبير ما بين الوعود الانتخابيه في مرحله الانتخابات الرئاسيه وما يتم على ارض الواقع بعد الفوز في الانتخابات وتولي المنصب. أعتقد أن الجدار الذي أعلن أكثر من مرة ترامب عن نيته وإقامته سيضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر مما يضر باقتصاديات دولة زي المكسيك. يعني عادة المهاجرون للولايات المتحدة بيقوموا بالأعمال المتدنية سواء من ناحية القيمة أو من ناحية الأجر التي لا يقبل عليها المواطن الأمريكي بطبعه، وبالتالي الاقتصاد الامريكي يستفيد بهذه العماله المهاجره في اداء مثل هذه المهام والاعمال باجر او اقل بمعدل اجر اقل مما يطلبه كثيرا من المواطن الامريكي. فالمصلحه الامريكيه والاقتصاد الامريكي في حاجه الى جهود هؤلاء المهاجرين على المدى الطويل. نعم، وضحت الفكره دكتور رضا محمد هلال استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا لك. كان هذا مشاهدينا كل ما لدينا الآن، نذكركم بأبرز العناوين. خلال زيارته لأسوان، الرئيس السيسي يتفقد منطقة السد العالي ويصافح السائحين بشوارع المحافظة. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 48. ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي لإنشاء مناطق آمنة في سوريا ويأمر ببناء سياج حدودي مع المكسيك. متواصلون معكم بعد قليل وخدمة إخبارية جديدة، انتظرونا.